Every time the man-to-man with me, and I said to him that first half I need only one chance and I score if I have one chance, and second half I scored and I say, you see, I need only one chance. والله من ناحية تكتيكية يعني ما شفت حاولنا نسكر الفريق الإيراني بس كمان فريق إيراني يعني خبرته كتير كبيرة يعني لعيبتنا خبرتهم شوية ضعيفة عم بيلعبوا بس بالاندفاع لذلك معلش يعني نحن حاولنا نسكرهم ونلعب وإن شاء الله كان عندنا فرص نحن هنا ما عندهم فرص ممكن يكون كان عندهم استحواذ على الكرة بس ما كان عندهم فرص مباشرة الشوط الثاني يعني كمان من لا شيء أخذوا فرصة الجول يعني من الضربات الثابتة اللي نحن لازم كنا حايكين عليها بالدرس النظري وحايكين إنه شلون لازم نراقبهم فصار هيك حركة ارتباك بين خط الدفاع والجولار والمدافعين أخذوا